وعلى الصعيد الميداني، ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش الإرهابية بريف دير الزور إلى 86 شخصا وفقا لمصادر سورية. وتشهد المنطقة منذ أيام معارك عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل العشرات، فيما أفادت مصادر سورية أن من بين القتلى 3 من عناصر حزب الله و6 إيرانيين. وكان الجيش العربي السوري قد تمكن من استعادة جميع النقاط التي خسرها في الهجوم الأخير لداعش في ريف دير الزور الشرقية.